في نهاية شهر فبراير اللي فات أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الصفقة الكبرى بين مصر والإمارات بمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، واللي موجبها مصر هتحصل على 35 مليار دولار إلى جانب 35% من أرباح المشروعات اللي هتتعمل في المنطقة. وطبعا صفقة كبيرة وضخمة زي دي خلت كل المستثمرين في منطقة الخليج يركزوا اهتماماتهم على الفرص المتاحة في مصر، خصوصا وان الحكومة خدت كام اجراء مهم الفترة اللي فاتت لتحسين مناخ الاستثمار. فيا ترى مين الدول الخليجية اللي عاوزة تيجي تستثمر في مصر، وايه اكتر القطاعات المستحوذة على الاهتمام؟ في إطار خطتها للتغلب على أزمة نقص العملة الأجنبية وشح الدولار، أدركت الحكومة المصرية في الأيام الأولى من 2023 أكثر من 30 شركة يمكن للمستثمرين المنافسة عليها لشراء حصص في قطاعات شملت وقتها التمويل والنفط والعقارات والموانئ. ومن مارس 2023 كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة اللي بتعزز استثماراتها باستمرار، وكانت أكبر مساهم في 2 من أكبر 3 شركات مدرجة في مصر، البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان. وفي الفترة الأخيرة دخلت المملكة العربية السعودية على خط الاستثمار في مصر، وتحديداً من بعد 6 مارس اللي فات من بعد القرارات التاريخية بتحرير سعر صرف الجنيه. وحالياً المملكة بتتفاوض مع الحكومة على عدد كبير من الصفقات بيتضمن شراء المصرف المتحد، بالإضافة إلى الاستثمار العمراني. وفي كلام كتير عن صفقة كبرى جديدة هيتم الإعلان عنها مع الجانب السعودي متعلقة بمنطقة رأس جميلة. قطر هي كمان مش بعيدة عن فرص الاستثمار في مصر، ومؤخرا أجرى صندوق الثروة السيادي القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات. وبتعتبر السياحة واحدة من أهم القطاعات اللي بتحظى باهتمام كبير من مستثمري الخليج، مع إعلان الحكومة المصرية خطط لزيادة أعداد السياح إلى 30 مليون سنويا بحلول 2030، مقارنة برقم قياسي بلغ 14.9 مليون السنة اللي فاتت. الكويت هي كمان مهتمة جداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبتحاول تفوز بتنفيذ عدد كبير من المشروعات. والكويت هي ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية بعد الإمارات والسعودية، وفي المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر بحسب البيانات الرسمية. وكمان عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين وصل لحوالي 1305 مشروع بحجم استثمارات أكثر من 4 مليار دولار، بتتوزع بين استثمارات في القطاع المالي والنفط والقطاع الصناعي والزراعة والتجارة. وبتتجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليار دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعة والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات. وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريباً 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية لـ 2021. تحياتي لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.